أعوذ بالله من الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 9 من برنامج خط الزمن، ما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلى توجه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى بيت المقدس، إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى في فلسطين بالصلاة مدة 15 سنة متصلة، 13 سنة في أرض مكة المكرمة و17 شهر تقريبا في أرض المدينة المنورة بعد الهجرة، يعني توجه فترة طويلة جدا. الكلام ده يا إخواني وإخوات بيمثل تقريبا 65% من فترة البعثة النبوية، يعني 15 سنة من أصل 23 سنة، يعني معظم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجانب الأكبر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوجها بالصلاة للمسجد الأقصى. وفي هذا دلالات كثيرة لعل من أهمها كما ذكرنا في الحلقة السابقة تعظيم قدر فلسطين في صدور المؤمنين. الكلام ده مش خاص بس بالجيل اللي صلى ناحية بيت المقدس إلى الآن وإلى يوم القيامة، ما زلنا نقول أولى القبلتين، المسجد الأقصى أولى القبلتين، وهذه لا ننساها أبدا، وده كان جزء مهم جدا من ديننا زي ما قلنا 15 سنة متتالية في عمر حبيبنا أو في عمر بعثة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كان بيعظم المسجد الأقصى، ده كان بيعظم المكان اللي حوالين المسجد الأقصى، زي ما ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السيدة ميمونة بنت سعد رضي الله عنها كانت تسأل رسول الله وتقول له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، إيه قيمة بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، طبعا يقصد كل القدس وما حولها من أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. تخيل أن بركة هذه الأرض وقيمة هذه الأرض ستظل إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى عندما يحشر الناس يوم القيامة لا يحشرهم في البيت الحرام، لا يحشرهم في مكة المكرمة، لا يحشرهم في المدينة المنورة، إنما يحشرهم في بيت المقدس، يحشرهم في أرض الشام. هذه إخواني دلالات في غاية الأهمية على عظم قدر هذه الأرض. ولم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط الأرض التي هناك، وإنما عظم البشر الذين يعيشون على هذه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث العظيمة التي تنبئ بالمستقبل الذي سنأتي عليه، قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ستظل يا إخواني يا أخواتي هناك طائفة من المؤمنين تحمل الراية، لن تسقط راية الإسلام أبدا. هذا وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى وبشر به حبيبنا في أكثر من رواية. دايما هيكون في ناس فضلة شايلة الراية وحاملة اللواء ومكملة لحد يوم القيامة. أحد الصحابة في أحد الروايات في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله قال أين هم يا رسول الله؟ شوف الإجابة شكلها إيه، قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فأرض فلسطين في القدس وحوالين القدس، حوالين القدس أرض رباط يا إخواني أخواتي. ولعل اللي يراجع التاريخ هيلاحظ هذه الملحوظة، وإحنا ماشيين مع بعض دلوقتي إن شاء الله في قصة فلسطين وشايفين الملاحم الكبرى التي عاشها أنبياء الله عز وجل في أرض فلسطين، الصدام بين الحق والباطل المستمر في كل عهود الأنبياء، ثم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الفتوحات الإسلامية وإلى زماننا الآن، وهنمر بمراحل كتير جدا ولسه هنمر لحد يوم القيامة. هذه نقطة صدام دائمة بين الحق والباطل في أرض فلسطين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى زرع فيها الذين يحملون اللواء ولا يتركونه أبدا. فين؟ في أرض فلسطين ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، بل عمت بركة المسجد الأقصى وبيت المقدس كل بلاد الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، قالها مرتين. فقال الصحابة ففيما ذلك يا رسول الله؟ فقال تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. انظر يعني هذا المكان تظلله ملائكة الرحمن، الشام كله والسنتر بتاعه أو المركز بتاعه فين؟ في بيت المقدس، في القدس الشريف، في المسجد الأقصى.
طبعا الاحاديث اكثر من ذلك بكثير، انا بس باخد بعض الشواهد من بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كتب الفت في فضل البيت المقدس، في فضل المسجد الحرام، في فضل المسجد الاقصى، في فضل ارض فلسطين، في مؤلفات ضخمه في هذا المجال، فليرجع عليها عند اراده الاستزاده. وكان يا اخواني ويا اخواتي الكلام ليس كافيا، يعني كان الكلام ليس كافيا، كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الأحوال التي يعني القيمة العظيمة لأرض فلسطين، ووصف درجة الناس اللي عايشة هناك، ووصف قيمة أرض الشام، كأنه ليس كافيا، فبعث أو أرسل ربنا سبحانه وتعالى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أرض فلسطين بنفسه لتزداد تشريفا وتعظيما وبركة بزيارة الحبيب إلى هذه البلاد. أرسله صلى الله عليه وسلم، أرسله سبحانه وتعالى إلى هذه البلاد بمعجزة خارقة، تلك هي معجزة الإسراء والمعراج. وكلنا طبعا عارفين الإسراء والمعراج، والدلالات في أكثر من أن تحصى، وطبعا الناس بتختلف في تحديد زمان الإسراء والمعراج، هو طبعا يقينا كان في فترة مكة المكرمة، بيختلفوا في تحديد السنة العاشرة ولا الحادية عشرة ولا الثانية عشرة، أنا أميل إلى أنه كان في الثانية عشرة بين بيعة العقبة الأولى وبين بيعة العقبة الثانية، وهذه طبعا من أصح الأقوال. وعلى فكرة رواية أن الإسراء والمعراج كان في 27 رجب، هذه من أضعف الروايات، يعني هذا بالمناسبة وليس مؤكدا، أو ليس يعني على الأغلب أنه ليس في هذا اليوم، مع شهرة هذا اليوم عند المسلمين. الشاهد من القصة أن الإسراء يا إخواني ويا أخواتي كان بالروح والجسد، الرسول عليه السلام انتقل بجسده هكذا، وكما وصف صلى الله عليه وسلم وقال أنه ترك فراشه دافئا وذهب إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد إلى فراشه وما زال الفراش دافئا، وكلام ده ما يتعلقش عليه في الأحلام أو في الرؤى بدون الجسد. وطبعا الناس اللي بتقول أن الإسراء كان بالروح فقط وليس بالجسد مهزومة نفسيا أمام ما يقوله الغرب وما يقوله الشرق، من أنه مش معقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل من هذا المكان إلى البيت المقدس ثم إلى السماء العلى، كل ده في لحظات أو جزء من الليل. إحنا نقول من الذي أسرى به؟ سبحان الذي أسرى بعبده. عندما تتفكر في قدرة رب العالمين كل هذه الأشياء تهون، وكما قال الصديق عليه رضوان الله، قال أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة، يعني جبريل ينزل عليه من السماء العليا إلى الأرض ثم يعود إلى رب العالمين ثم يعود إليه، كل هذا في لحظات يعني فريدة، ثانية أو أقل من الثانية، ومع ذلك نصدقه، فأفلا نصدقه في هذا الخبر؟ فهذا هو يقين المؤمنين. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في الإسراء، ولازم نقف وقفة ونسأل ليه الإسراء؟ إذا كان الغرض أن أنا أشوف الجنة والنار وأن أنا أتعرف على أحوال الغيب وأن أنا أقابل الأنبياء في السماوات العلى وأن أنا في الآخر أصل إلى سدرة المنتهى ويلتقي مع رب العزة سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الفريد الذي ما حدث مع بشر ولا مع خلق قط، كيف يعني لماذا هذه الانتقالة؟ ليه ما يطلعش مباشرة من الكعبة المشرفة من المكة المكرمة إلى السماوات العلى؟ وحتى لو قلنا بعض المفسرين بيقولوا خلاص عشان يقابل الأنبياء، طب ما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالأنبياء إلى مكة المكرمة، ومكة المكرمة أعظم قدرا من القدس، والبيت الحرام أعظم قدرا من المسجد الأقصى، لماذا هذه الانتقالة؟ هذه الانتقالة الأهداف كثيرة والحكم كثيرة، أذكر منها هدفين أو حكمتين. الحكمة الأولى هو تسلم مقاليد أو المفاتيح قيادة البشرية. البشرية دينيا كانت تقدم في فلسطين، كل الأنبياء السابقين أنبياء بني إسرائيل ونبي النصارى عيسى عليه السلام في هذه بعث في هذا المكان، وكان العالم يقاد دينيا، والتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى يبدأ من هذا المكان من أرض فلسطين. الآن ستنتقل القيادة إلى أمة الإسلام، أمة الإسلام الأمة الخاتمة، أمة الإسلام الذي بعث فيها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكتابنا القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، آخر منهج تشريعي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى العباد، وهو الذي ارتضاه لهم ليكون حاكما لحياتهم إلى يوم القيامة. فلذلك ذهب صلى الله عليه وسلم ليستلم مفاتيح قيادة الدنيا بكاملها وإلى يوم القيامة من المكان الذي ظل يقود الدنيا سنوات وسنوات ومئات السنوات من الزمن كما نعلم جميعا. هذا هدف. الهدف الثاني في غاية الأهمية هو تعظيم قيمة فلسطين في عيون المسلمين والمؤمنين إلى يوم القيامة. يعني القبلة إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى الصلاة فيه أكثر من 500، لا تشد الرحال إلا إليه، وفوق ده كله
الإسراء إلى هذا المكان فيصبح مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا المكان مكرما ومعظما عند عامة المسلمين، ونتوق إليه ونتذكره في كل عام على الأقل مرة. عندما نتحدث عن الإسراء والمعراج لا يمكن أبدا أن يخلو الحديث من حديثنا عن فلسطين. كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعظم عندنا قدر هذا المكان العظيم، مسجد الأقصى والقدس وأرض فلسطين، لأن ربنا سبحانه وتعالى بسابق علمه يا إخواني وأخواتي يعلم أن هذا المكان سيظل بؤرة صراع، سيطمع فيه الفرس ويطمع فيه الرومان ويطمع فيه الصليبيون ويطمع فيه التتار ويطمع فيه الإنجليز ويطمع فيه اليهود ويطمع فيه غيرهم وغيرهم مما عرفنا ومما لم نعرف بعد. فلذلك وضع كل هذه المقومات لتحميس المسلمين بالدفاع عن هذا البيت العظيم وعن هذا المكان العظيم. وليست هذه فقط هي فضائل فلسطين أو بيت المقدس، نعرف طرفا آخر منها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع تاني، كنا بنتكلم قبل الفاصل على وضع فلسطين في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على الإسراء والمعراج، وتكلمنا على قضية أن يسرى الرسول صلى الله عليه وسلم أولا إلى المسجد الأقصى ثم بعد ذلك يعرج به إلى السماوات العلى، وليه ربنا سبحانه وتعالى ما عملش المعراج مباشرة من مكة المكرمة إلى السماوات العلى. آخر حاجة نعلق عليها بالنسبة لحادث الإسراء والمعراج هي اللي يقرأ السورة يجد في أول السورة آية تتحدث عن الإسراء والمعراج ثم مطبوعة بعدة آيات كثيرة في مباشرة، وإلى آخر السورة تتكرر هذه المرة ثانية الحديث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض، ولا شك أن العلاقة بينهما واضحة. الحديث عن الإسراء والمعراج وقضية انتماء المسلمين والمؤمنين إلى هذا المكان إلى المسجد الأقصى والأرض التي بارك ربنا سبحانه وتعالى فيها حول هذا المسجد الأقصى، وقضية الحديث عن بني إسرائيل وإفساد اليهود في الأرض، هذه قضية واضحة الربط تماما. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بشكل واضح أن الصراع على هذه المنطقة سيظل طويلا إلى يوم القيامة بين المسلمين وبين اليهود. نعم قد يحدث صدام بين المسلمين وبين أعداء أخر كثيرين، بين الرومان بين الصليبيين بين كذا أو كذا، لكن ستظل كلمة اليهود أو صراع اليهود مع المسلمين حول هذا المكان، سيظل هذا الصراع دائرا إلى يوم القيامة. ولعل ما يشاهد الأحداث التي تمر بها الأمة في زمان الآن يفهم جيدا هذا الربط الذي في سورة الإسراء. هم طبعا عندهم يدعون الهيكل مكان المسجد الأقصى أو تحت المسجد الأقصى، هذه عقيدتهم المعرفة كما يقولون، ونحن عقيدتنا أن المسجد الأقصى هو الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهو المكان المشرف المعظم الذي تحدثنا عنه، هذه عقيدتهم وهذه عقيدتنا، فهي عقيدة في مواجهة عقيدة، يقولون هيكلهم ونحن نقول مسجدنا. الاهتمام بالمسجد الأقصى أو الفلسطين ما كانش مجرد اهتمام بالمكان وبالبشر الذين يعيشون هناك أو بتطلعات للمستقبل الذي يكون عليه، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم أيضا حتى في زمن مكة المكرمة بالقوى المتصارعة على هذا المكان من القوى العالمية. زي ما قلنا قبل كده الفرس والرومان كانوا بيتخانقوا على المسجد الأقصى، بيتخانقوا على القدس، بيتخانقوا على الأرض فلسطين. هذا الصراع الذي كان يدور بين هذه القوى العظمى كان يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل الصحابة معه. تخيلوا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش في ذلك الوقت في مكة المكرمة ومعه قلة قليلة جدا من المؤمنين، وفين بقى قوة فارس وفين قوة الرومان؟ هذه قوة لا يمكن بحال من الأحوال أن تقارن بحال المؤمنين أو بقوة المؤمنين في ذلك الوقت، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بصراع القوى العالمية حول هذا البيت العظيم وحول هذا المكان المبارك أرض فلسطين. ولما انتصر الفرس على الرومان في أرض فلسطين ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وكذلك حزن الصحابة وفرح المشركون. لماذا فرح المشركون ولماذا حزن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذين هزموا أهل كتاب،
النصارى في ذلك الوقت، النصارى الذي كانوا يحكمون فلسطين اللي هم الدولة الرومانية، مع التحريف الذي كان عندهم ومع الخلاف الشديد الذي كان بينهم وبين ما يجب أن يكون عليه الاعتقاد السليم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن لأنهم أقرب إلى المؤمنين من أولئك الذين يعبدون النار من دون الله عز وجل وليسوا من أهل الكتاب. وفرح المشركون لأن الفرس وثنيون كالمشركين، فاعتبروا أن ذلك بشارة خير للمشركين. لكن نزل قول ربنا سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بشارة للمسلمين أن الرومان سينتصرون على الفرس. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين أن النصارى سينتصرون على عبدة النار من دون الله عز وجل، وحمل المسلمون هذه البشارة وآمنوا بها بكل يقين، حتى إن الصديق كما هو معروف رضي الله عنه وأرضاه راهن أحد المشركين على هذا النصر الذي سيحدث من قبل الرومان على الفرس. طبعا في ذلك الوقت لم يكن الرهان حراما، فراهن هذا الرهان وكان على عدد كبير جدا من الإبل، وسبحان الله كان الرهان ده معمول لمدة 5 سنوات، ومرت ال5 سنوات ولم يحدث انتصار للرومان على الفرس، ففرح المشركون وقالوا أن القرآن لم يتنبأ بالحقيقة السليمة، فهذا طعن في القرآن الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون للبضع عندكم؟ ربنا يقول في بضع سنين، قال هو ما دون العشرة، فقال فراهن على ما دون العشرة وزدهم في الرهان، يعني زود اللي انتم بتترهنوا عليه الرقم بتترهنوا عليه، وأعط الرقم لأقل من 10. وسبحان الله في 7 أو 9 سنوات على اختلاف الروايات تم نصر الرومان على المسلمين على الفرس في أرض فلسطين، وعادت الأرض الفلسطينية تحكم بالنصارى الرومان إلى أن يتسلم حكمها بعد ذلك المسلمين كما هو معروف. لكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتابع الأحداث في أرض فلسطين حتى وهو في مكة المكرمة. لكن كلنا عارفين أن النصارى حرفوا وبدلوا كثيرا كثيرا، لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزرع في قلوب المسلمين أن هذه الأرض المباركة لن تظل طويلا في أيدي النصارى المبدلين في ذلك الوقت، الذين غيروا شريعتهم والذين لم يتبعوا أقوال نبيهم عيسى عليه السلام ولم يتبعوا البشارة التي جاء بها عيسى عليه السلام أن هذا الرسول حق وأنه عندما يبعث لابد لكم أن تتبعوه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب بشر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الشام بكاملها ستفتح بالإسلام، وعندما اعترض الصحابة صخرة شديدة وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالمعول وبدأ يكسر في هذه الصخرة وقال بسم الله الله أكبر، تطاير الشرر من الصخرة، قال أعطيت مفاتيح الشام، ها أنا أرى قصورها الحمراء من مكاني هذا. يبشر الصحابة وهم محصورون في الأحزاب في المدينة المنورة أنه سيأتي زمان يفتح الله عز وجل للمسلمين للمؤمنين لأتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أرض فلسطين فيحكمونها بالإسلام كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم. يريد أن يزرع فيهم المعنى الدقيق أن فلسطين هدية للمؤمنين. يا إخواني وأخواتي، الذي يتبع شرع ربنا سبحانه وتعالى يعطى هذه البلاد، والذي يفرط تضيع منه هذه البلاد. وإذا فرط النصارى وبدلوا وغيروا فلابد أن تنزع من الرومان حتى لو انتصروا على الفرس، أعظم قوتين في الأرض تنزع من يد الرومان وتعطى للمؤمنين ولو كانوا قلة ولو كان عددهم ضعيفا قليلا وقواتهم ضعيفة. في إشارة سريعة في كلمة لطيفة جدا على كلمة أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، والعلماء سبحان الله يثبتون الآن أن أدنى الأرض بمعنى أكثر النقاط انخفاضا عن سطح البحر في الدنيا هي هذا المكان الذي هزم فيه الرومان، 400 متر تقريبا تحت مستوى سطح البحر في أدنى الأرض، يعني في أقل نقطة في المستوى في العالم أجمع، وهي من معجزات القرآن الكريم. بعد صلح الحديبية، طبعا صلح الحديبية كان في أواخر العام 6 من الهجرة، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يراسل ملوك وأمراء العالم وقادة العالم، وكان ممن أرسل إلى القادة الذين يحكمون فلسطين وما حولها من أرض الشام. فلسطين زي ما قلنا كانت تحت الحكم الروماني، وكان بيتولى قيادة الأرض الفلسطينية وما حولها الغساسنة النصارى التابعين بعد ذلك للدولة الرومانية.
فممن أرسل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل أرسل إلى هرقل اللي هو كان قيصر الروم في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل كذلك إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني اللي هو كان ملك الغساسنة بيحكم دمشق وما حولها من أرض فلسطين وأرض الشام، فأرسل إليهم رسائل تدعوهم إلى الإسلام. وكلنا يعرف الرسالة المشهورة التي ذهب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى عامة القادة في العالم. هرقل لما جاءته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر أنه نبي ومبعوث من رب العالمين سبحانه وتعالى، فسأل عن بعض العرب، وكان أبو سفيان في تجارة في منطقة الشام، فأتوا به إلى هرقل للحوار معه حول قضية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين الحوار، والحوار ده مشهور وجاء في صحيح البخاري. وفي هذا الحوار يسأل هرقل أسئلة معينة، ويا إخواني ويا أخواتي هذه دلالة واضحة على أن هناك صفات معينة موجودة في كتب التوراة والإنجيل تصف رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتحدد صفات معينة للنبي الذي يبعث في آخر الزمان، وبيسأل على أشياء معينة في نسبه، وأشياء معينة في صفته، وأشياء معينة في أتباعه، وأشياء معينة في طريقة حياته، وأشياء معينة في اتباع الناس له أو إنكارهم عليه. سبحان الله، أسئلة واحد وراء الثاني وراء الثالث، وأبو سفيان يجيب على أسئلة هرقل. في آخر الكلمات أعلن هرقل أنه لو كان عند هذا النبي لغسل عنه قدميه، والحديث يا إخواني في البخاري، لغسل عنه قدميه ولتجشم المصاعب حتى يلقاه. لكن سبحان الله، مع مرور الوقت هرقل حسبها في دماغه، لقى الملك بتاعه هيضيع، ولقى الناس هتقتله في أرض الرومان، ولقى القساوسة كلهم أو معظمهم يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف على ملكه وضن به وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع يقينه التام أنه مبعوث من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كان موقف هرقل، لكنه حمل الرسول بالهدايا ورد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفض أن يدخل في الإيمان خوفا من أتباعه وخوفا من سلطانهم. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني الذي كان يحكم دمشق في ذلك الوقت، وما هو رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الذي فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني؟ هذا حديث يطول، نؤجله للحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.